بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام لجميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الدار والخارج. الزولو الاولى زولي الجاريين التاريين عايشين في مورد الخرغفة. بونجور جو سالو تو لي الجيريان اي الجيريان كي فيفون الجيري اي اترونجي. الحدث في الجزائر كما قلت لكم البارح يا خوتي لا فيديو اللي جازت قلت بلي هي زيارة فرانسوا هولوند للجزائر. بعض الناس بعض كيما يقولوا شخصيا علاه ما بانوش مقبل دوكا بداو يبانو شخصيات والى اخره. زعما قال لك نهار يجي لازم ندو كيف التنديد. حنايا كمواطن جزائري اللي يهدر في اليوتيوب نقول الانسان هذا وجاي صح تنديد لازم يستعرف باللي كريم كونتر لومانيتي بريسيس اي استعمار في العالم واحد ما دارو. شوفوا قلت وزيد نعاودها الكولونياليزم فرونسي كيس كي لا في يعني الاستعمار الفرنسي واش دار. شوفوا كاع المستعمرات الفرنسيه عندهم لو مال بروبلام كي حنايا يعني تقسيم البلاد الحرب الاهليه الى اخره. لو مال شوفوا الفيتنام كانت مستعمرة فرنسية خرجوا لها الكمبوج غير لافريك مام لافريك مالي والاخر ها راكم تشوفوا. احنا في الجزائر بكري فرنسا هادية باسكو لوبجيكتيف تاعها اللي كان 1834 لوبجيكتيف سي يعني ينحيونا الشخصيه الجزائريه الشخصيه الجزائريه هي معناتها الامازيغيه المسلمه الى اخره. لان بكري كانت فرنسا في عهد الاستعمار ما كانوش عيطونا شاوي قبايلي وهراني عاصمي ولا لا كانوا يعيطونا فرنسي مسلمون. علاش كانوا يبريسيزيو لا ريليجيون؟ علاش ما كانوش يقولوا كيما دوك قبايلي شاوي لاخره؟ لان دوك ايزون بلوس ديفلوبمون دو نون كيما يقولوا. علاش؟ باسكو ولادهم راهم في الجزائر اللي داروا لنا هايدا من 62 وهي هايدا البلاد. اي بريزيدون يجي يخدم جهته، اي جينيرال يجي يخدم جهته، عائلته الى اخره. وهذه نتائج راكم تشوفوا في الأزمة الجزائرية. وقلت ليس أزمة اقتصادية لأن الاقتصاد الجزائري ما عندناش، نقوله صراحة ما عندناش اقتصاد. واش تنتج الجزائر أبار الغاز والبترول؟ ما كان والو. البطاطا كان يبورتون لا تير الجيريان يعني الأرض الجزائرية أغنى أرض. هما لا ما كانوش يشجعوا اليوم من هذا، ما همش يشجعوا في الفلاحين أو يشجعوا في الناس بس باش تبيع الارض تاعها، باش تبيع الارض ويبنيو فيلات. هذا هو لا برودكسيون الجيريان، لا برودكسيون هي البنيان. والان راكم تشوفوا هضروا في الجزائر قال لك 10 سنين خلاص البترول. هو الان سؤال، اسكو الناس هادو لهم حاكمين اسمو اسكو خمو كيما دبي بار اكزومبل الامارات مالغري كوك داو كيما يقولوا باسكو بعض العرب يحسدوهم لان خرج من شويه من الاخر يجيب ديزانفيستيسور التوريزم الى لان على باله بلي البترول يخلص يجي نهار وين يخلص. شوفوا البلدان الاوروبيه كيما بلاد صغيره برك صغيره كاين واحد البلاد لوكسمبورغ باش عايشه لوكسمبورغ ما عندها لا بترول لا غاز عايشه بالتوريزم وبلي بنك. هذه هي حنايا عندنا الغاز البترول ما خموش على ديزون. لو كان يخلص البترول واش عندنا واش نتجدو؟ هذه اللي قلت اي بريزيدون يجي نشوفو واش جاب معاه. كيما هذا هولندا ماهو جايب والو معاه، جايب بوزين تاع رونو. واش ندير بلوزين تاع رونو؟ يجيب لو فير سافوار يعني كيف الجزائر نخرجوا نبنيو وزينات
ليس طوموبيل رونو، لأن رونو تمشي بالأخر بالبنزين، والبنزين كما يقولوا خارج من الغاز، خارج من البترول. هذه هي، لأن يجيبوا حاجة بار اكزومبل كيفاه، لا 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 كما يقولوا الأوساخ، أوساخ يعني لا 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 كما يقولوا لا روبرودكسيون دي ديجي بار اكزومبل. احنا ما عندناش في البلاد، ما عندناش. شوفوا البلدان الأوروبية، أول بلد بار اكزومبل حتى في الميكرو اورديناتور و لي بورتابل الناس ما ترميهمش في أوروبا. كاين وزين في لا بلجيك، غير في أوروبا. واش يدير؟ يديروا لا 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 ينحيو، لأن البورتابل عنده الذهب داخل، يديروا لا روبرودكسيون. حنايا في الجزائر ما كاش، ما خموش، ما كان اي، ما كاش ان بوت. البوت تاعهم يعمروا جيوبهم، هذا هو البوت. ودوك دوكا كي هولندا وجاي باش يشتني بوت في الايقاف لا كاتريام موندا تاعو، لان حتى هو مقبل يقول لك الفوت في الجزائر قبل ما يولي بريزيدون الجزائر. بوزابل دي كيسيون قادرين نشوفهم على الجزائر. قال الجزائر كوريبسيون كدايا الى اخره، على بالو بلي كوريبسيون على هاو جاي. وكان هو يشوف الشعب الجزائري، هو قال بالذات هضرها قبل الفوت تاع البارلمون بلي على بالو بلي يصرى كيما يقولوا تخربيشين، يعني تزييف الى اخره. وكان والان هدر قال نروح نهدر في البارلمون الجزائري. واش معناتها هذه؟ يهدر في البارلمون، وهو بدات مقبل قال باللي البارلمون الجزائري ماهوش ديمقراطيين. قال هو دوك يبريزونتي الشعب الجزائري، ماهوش يبريزونتي الشعب الجزائري هذا البارلمون. البارلمون الجزائري يبريزونتي كل ليتا الجزائريان، هذا ما كان، ماهوش يبريزونتي اي مواطن جزائري. شوفوهم، قلت زين عاودها، شوفوا هذوك لي بارلمونتير اللي خرجوا، اسكو حاسبوهم؟ واحد ما تحاسب فيهم الا يومنا هذا، واحد ما تحاسب عندهم كاع. وهذه رسمي، وكاين الناس يسبوا، لان لغه السب ولغه الاخر هي لغه الدوله الجزائر ولغه العنف تاعهم، هذه هي. وحنا ما نردوش لهاد الناس كما قلت. هذا سي مون بوان دو في، جاسيم مي اوبينيون كيما يقولوا. لافينو تاعو الناس قال بلي يروح البارلمون يهضر، والبارلمون تاع الجزائر لو كان ما يمدولوش سون دي بيون كيما يقولوا، شغل لي جو دي شاك كو دي بيون. ولو كان ما يكتبولهم سيادهم واش يهضروا، ما يدير والو، ولا عندهم جراءة يهضروا على لو جاست. هادوك الزوج اللي داروهم يهضروا، يندوا على هادشي. وثانيا قلت وزين العوده، حنايا فرنسا يجي نهار وانت تعرف مي ما نسحقوش دراهمهم، ما نسحقوهمش. واش لان الدراهم هادوك ما يجيوش للشعب الجزائري، يجيو للجيوب هادوما، الجيوب بوتفليقه، الجيوب سعيد بوتفليقه، للجيوب الجنرالات، الجيوب علي هارون ياو يهدر دوكا زعما، ويهدر في الشروق قلبو ضياف، هدر على يا خليونا من هادشي. لان لافير تاع بوضياف واضحه كي شمس، لان دوكا يتهربوا على المسؤوليه، يتهربوا. لان علاش؟ لان نهار شافوا بلي خالد النزار يتحاكم وممنوع يخرج، يتحاكم ما ندير باسبور ديبلوماتيك واش كانوا يديروا، ممنوع يخرج، خافوا كل واحد او يضرب الاخر. وكان تشوفوا جريده الشروق اقراوا واش هدر، هاي مازالها سبحان الله. وسمحوا لي اخوتي، هذا سي مون اناليز، و كيما قلت، والسلام عليكم.